السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي يا جماعة، معكم أخوكم موكشة بحييكم. طبعا معانا النهاردة حالة تبع كلب رود ألماني بيوتن. تعالى بيوتن. طبعا بيوتن زي ما انتم شايفين، بيوتن مش محدش قدر يدرس الثقة في نفسه، ومحدش قدر يتعامل معاه ان هو يبقى شخصيته قوية زي أي كلب عادي اللي هو الطبيعي يعني. فبيوتن جالنا دلوقتي، هو صاحبه بيقول ان هو بيشتغل في ايده كويس جدا، بيهاجم معاه كويس جدا، بس كل مشكلة بيوتن ان بيوتن بيقلق جدا لما ما بيكونش فيه كلاب حواليه، او بيشتغل لوحده في مكان حراسته. الكلام ده كله طبعا حضراتكم عارفينه، بمعنى ان شخصية الكلب كده طبعا ضعيفة، ما حدش قدر يديله اتجاهه الصح في تقويم الشخصية عنده. فهو جالنا، هو بتاع حد صاحبنا يعني تابعنا، بأمر الله نقدر نعدله السلوك ده، بأمر الله نقدر نخليه نطلع منه الاجريشنال ومستوى الحراسة المظبوط، ونقدر نبسط صاحبه مننا ومن الكلب، ويقدر يشرب بيه، والكلب يقدر يحرس مكانه كويس جدا مع حاله، وما يستناش ان حد مثلا يخش يحارنه، ما يستناش ان يبقى في كلب بيشجعه، وما يستناش اي حاجة من الكلام ده كله. طبعا بيوتن زي ما حضراتكم شايفين طبعا شخصيته ضعيفة جدا، اهو قاعد قدامنا. هي بيوتن شخصيته ضعيفة جدا، هنعدله في كذا سلوك مش سلوك واحد، وبأمر الله بأمر الله نقدر نوصل معاه لمرحلة يعني كويسة بأمر الله يعني. فانتظروا منه فيديو دلوقتي وهو لسه في البدايات، هنوريكم برضو لشغله وهو لسه في البدايات، وبأمر الله هنوريكم شغله يعني بعد ما يتعدل في السلوكيات دي كلها، ويقدر ان هو يبقى كلب رجولة، كلب اقدر اعتمد عليه ككلب حراسة، ونقدر نديله الثقة في نفسه، وهو يقدر كمان يدينا الاجريشنال اللي احنا مستنينه منه، الاجريشنال بتاع الحراسة اللي هي العصبية بتاعته. فهنشوف دلوقتي مع بعض اهوت. طبعا احنا ابتدينا شغل مع بيوتن امبارح، يعني هو جالنا امبارح بعد المغرب، ابتدينا نديله ثقة في نفسه من امبارح مش اكتر. فحابين ان احنا، هو صاحبه على فكرة يتفرج على الفيديو ويشوف الكلب، هيعرف ان في تقدم الحمد لله، وان احنا دلوقتي حابين ان احنا نشغله ومفيش معاه اي كلاب حواليه، عشان خاطر يدينا الاجريشنال بتاعه هو الخاص بيه. تعالى عبد الرحمن كده معلش، يلا بيوتي. ايه ده؟ باي 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 بيوتي، هوب باي. يلا عبد الرحمن تاني ولا بيوتي، هوب باي. يلا جدع يا جدع يا جدع يا، ماشي. ايه ده؟ هوب باي. ها هوب باي راجل، يلا راجل يلا، ها خش على الكلب اكتر، اقوى اقوى. هوب باي هوب باي، اقوى من كده اقوى من كده اقوى من كده. استنى هوب باي، ها جدع يا جدع يا جدع يا. احرس يلا احرس يلا، هوب باي احرس يلا بيوتني، يلا احرس يلا هوب باي. دي يا عبد الرحمن. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الحمد لله والشكر لله، استنى بيوتني. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الحمد لله والشكر لله، قدرنا ان احنا نديله ثقه في نفسه بسيطه. ما بنقولش ان الكلب اتعلم، ما بنقولش ان احنا اخترعنا الذره او الكلام ده كله، بس عالجنا نفسيه الكلب اللي كانت تعبانه في وقت ما خدش معانا الحمد لله والشكر لله وقت يعني ساعه، وابتدى يدينا الاجريشنال ده. يلا تاني كده احرز ولا احرز يا جدع يا جدع يا جدع يا جدع يلا. تاني يا عبد الرحمن تاني تاني عشان اصورك انت اهوت، اطلع. طبعا انا حبيت اجيب لكم عبد الرحمن عشان تعرفوا ان الكلب بيهاجم مهاجم، عشان ممكن حد هو المهاجم مش باين ليه. انا اسف للتصوير طبعا لان ما معيش حد، فاضطريت ان انا اصور بنفسي. يلا تاني ادي الاوردر ولا هوب باي. من هنا هبدا، تعالى بيوتن. من هنا هبدا، الكلب عمل اللي انا عايزه، هبدا اطبطب على الكلب. شاطر، برافو عليك، حسسه ان هو عمل اجريشنال صح مظبوط، انا كنت مستنيه منه. ابتدي افهمه ان هو كده ماشي معايا مظبوط. طيب قد كنترول تاني كده، شوف الكلب هيعمل ايه. احرس هنا، انف كده خلاص، انف انف. شاطر، برافو عليك، انف. طبعا شايفين الهدوء والاحترام والعصبيه برضو في نفس الوقت بتاع الكلب. بامر الله انتظر له شغل جديد، بامر الله انتظر له شغل اقوى من كده بكتير. بامر الله يعني الكلب ده انا يعني هعاند صاحبه بيه بامر الله لو ربنا كرمني وشغلته، لان صاحبه ما كانش متخيل منه اي شغل نهائي. بس طبعا طالما انت راجل فاهم، والراجل اللي معاك المهاجم برضه فاهم،
انت بتحافظ على الكلب وبتحافظ على المواجن في نفس الوقت وبتحافظ على شغلك، فلما بتتعب ربنا بينجحك وما بيخيبكش في مقصدك وبيوصلك للطريق اللي انت مستنيه والحاجة اللي انت عايزها. فبأمر الله بيوتي ان يبقى رجولة، كلب رجولة. مش هننهي الفيديو على كده، هنطلع لكم كلب حراسة من كلابنا الخاصة بينا، غضب، كلب 8 شهور، كلب جيرمان شيبر. حابب ان انا افرح حضراتكم عليه قبل ما ننهي الفيديو. طلعنا الكلب قدام حضراتكم اهو، غضب، بسم الله ما شاء الله. طلعناه دلوقتي قدام حضراتكم لسبب واحد، عشان نوريكم قدرة كلب الحراسة لما بياخد الاوردر ويبقى واثق من نفسه بعد ما يتعلم الاوردر، واثق من نفسه في حراسته لمكانه، واثق من الاجريشنال بتاعه. فاحنا طلعنا غضب، بس هنعمل لكم بلقطه او لقطتين مش اكتر عشان ما نطولش على حضراتكم، وهننهي الفيديو معاكم. وبامر الله انتظروا لنا شغل في كل مكان وفي اي وقت وكل جديد بامر الله. يلا عبد الرحمن كده جرب مع غضب، احرس. احرس يا داون، ها داون ستي. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده، الحمد لله والشكر لله. قلت ايه؟ ها داون داون يلا داون. اثبت يا عبد الرحمن ستي. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده، مش حابين ان احنا نطول على حضراتكم في الفيديو ده. انتظروا الكلاب بشغل جديد بامر الله معانا، وشغل جميل يعجبكم بامر الله، بامر الله باذن الله. انتظروا لهم شغل كويس جدا. انتظروا لبيوتن شغل جديد، شغل حراسه متقدمه، شغل على عالي بامر الله. هتنتظروا شغل الغضب برضو في الحراسه بامر الله، هنوريكم له فيديوهات جميله جدا. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وتفعلوا معانا القناه وتشتركوا معانا في قناتنا على اليوتيوب. بحبكم جدا. كان معكم اخوكم موكشا، والسلام عليكم ورحمه الله.